هو الممثل الذي أضحك الصغار والكبار، وعبرت شهرته حدود بلاده ووصلت إلى جميع البلدان العربية. فمن لم يشاهد فوازير فطوطة شاهد مسرحية المتزوجون، أو فيلم خلي بالك من زوزو مع سعاد حسني وحسين فهمي، أو أي فيلم من أفلامه التي تجاوزت 150 فيلما وجميعها كوميدية، من بينها فيلم تجيبها كدا تجلها كدا هي كدا مع مديحة كامل وفاروق الفيشاوي وإبراهيم سعفان الذي كان من أصدقاء سمير المقربين. وكان كلما دخل سمير في مشادات كلامية مع أحدهم يقول له سعفان: ده أبو لواء، تعرف يعني إيه لواء؟ فما قصة دخول سمير إلى كلية الشرطة، وكيف أجبرته دلال عبد العزيز على الزواج منها، وكيف ربى ابنتيه دنيا وإمي سمير غانم؟ من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. أهلا بكم. ولد سمير يوسف غانم في 15 من كانون الثاني يناير في العام 1937 في قرية عبر الأطاولة في محافظة أسيوط. رغم أنه عرف في العالم العربي ككوميدي من الطراز الأول، إلا أن طفولته اتسمت بشيء من الجدية والصرامة بسبب طبيعة شخصية والده الذي كان يعمل ضابطا برتبة لواء في سلك الشرطة، وهو الذي أصر على ابنه سمير أن يدخل كلية الشرطة بعدما تخرج من مرحلة الثانوية. لكن شخصية سمير لم تكن تتناسب مع أن يصبح ضابطا في الشرطة، لذلك لم يستطع اجتياز المرحلة الأولى التي رسب فيها لسنتين متتاليتين، ليفصل بعدها من كلية الشرطة وليسبب لوالده الألم في كونه لم ينجح في الطريق الذي اختاره له. فنقل بعدها أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ سمير يشعر بأنه شاب حر بعيدا عن تسلط والده وأحلامه في أن يجعله نسخة منه، فانضم لفريق المسرح الخاص بالكلية. وفي الجامعة تعرف على الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكلا فرقة سكتشات تقدم عروضا على المسرح في مدينة الإسكندرية. وكما هو الحال في معظم الدول العربية، فالنجاح الفني يحتاج إلى الانتقال إلى العاصمة، لذلك قرروا أن ينتقلوا للقاهرة ليشتهروا على مستوى مصر بعدما حققوه من انتشار في الإسكندرية. إلا أن وحيد سيف لم يستطع أن يترك الإسكندرية لأنه كان طالبا في كلية الآداب ويعمل موظفا أيضا، فانفرط العقد وفشلت الفرقة الفنية. لم يستسلم سمير فانتقل إلى القاهرة لوحده وصار يبحث في الكليات عن شباب موهوبين لينضم إليهم. وفي تلك الأثناء كانت شهرة جورج سيدهم بدأت تنتشر بجامعة عين شمس، وكذلك الحال بالنسبة للضيف أحمد الذي كان بمثابة نجم مسرحي في جامعة القاهرة. فتعرف الضيف أحمد على سمير وكان يعرف جورج أيضاً، فعرض عليهما أن يشكلا فرقة مسرحية غنائية باسم ثلاثي أضواء المسرح، وبالفعل شكلوا الفرقة في العام 1960. فحققت الفرقة نجاحات كبيرة منذ البداية وصارت معروفة على مستوى الجامعات المصرية التي قلما وجدت جامعة لم يقدموا عملا على مسرحها. فانتبه لوجودهم المنتجون السينمائيون وبدأت تنهال عليهم العروض ليشاركوا مع بعض في أكثر من 18 فيلما سينمائيا، أولها كان مع المخرج الراحل محمد سالم الذي يعتبر مكتشف الفرقة سينمائيا. استمروا في تحقيق النجاحات حتى العام 1970 عندما توفي الراحل الضيف أحمد، فحاولا سمير وجورج ملء الفراغ الذي تركه الضيف عبر الإعلان في الصحف والمحطات بأنهم يبحثون عن شبيه للراحل بنفس مواصفاته الشكلية والجسمانية وأن يمتلك موهبة التمثيل.
فتقدم المئات وقابلا سمير وجورج جميع المتقدمين، إلا أنهم لم يحصلوا على من يستطيع ملء فراغ الضيف، فانفصلا ولم يعد للفرقة وجود بعد ذلك، حتى عادا سمير وجورج والتقيا في واحدة من أشهر المسرحيات العربية على الإطلاق، مسرحية المتزوجون، المسرحية التي حققت نجاحا ساحقا وكانت السبب وراء لقب سمير الذي عرف به فيما بعد وهو ملك الارتجال. قصة زواجه من دلال عبد العزيز من أجمل قصص الزواج في عالم الفن، فأول لقاء بينهما حدث عندما كانت دلال صغيرة تمشي على الكورنيش في الإسكندرية مع أمها وشاهدت سمير. تقول دلال: كاد أن يغمى علي من الفرح، فصرت أصرخ مثل المجنونة وأقول لأمي: سمير غانم، سمير غانم أهو. تقول: فاقتربنا منه، فمسح سمير بيده على رأسي، فجعلني أشعر وكأنني طفلة، إلا أنني كنت أحبه كفتاة وليس كطفلة، فشعرت بشيء من الحزن. وتضيف دلال: كنت فلاحة بسيطة أحب الفن، ومع مرور كل يوم تزداد رغبتي في أن أصبح ممثلة، وكنت في بدايات طريقي عندما شاركت في فيلم يا رب ولد، وهو الفيلم الذي وقفت فيه لأول مرة أمام سمير غانم. فتحولت دلال من معجبة منذ أيام الطفولة بسمير إلى متيمة به وهي شابة وزميلة، إلى درجة أن جميع العاملين في الفيلم شعروا بذلك، حتى أن الراحل فريد شوقي قال لها: فكك منه، ده مش بتاع جواز وأنت بنت طيبة. تقول دلال: إلا أن ماما كريمة كانت تشجعني وتقول لي: خليكي وراه لحد ما توقعي، وتقصد الفنانة كريمة مختار بماما كريمة. وبالفعل بعد عدة محاولات من دلال وإصرارها في أن لا تدخل في علاقة عابرة دون زواج، رضخ سمير وتزوج من دلال عبد العزيز في العام 1984، والتي روت في إحدى اللقاءات بأن سمير ظلت عينيه زيغة حتى بعد الجواز. واعترف سمير بدوره في أكثر من لقاء بأنه يعشق النساء، وطالما طاردته دلال بسيارتها الصغيرة لتراقبه إن كان يخونها أم لا. أنجب الثنائي الفني كلا من دنيا وأمل التي تعرف الآن باسم إيمي سمير غانم، وعلاقتهن مع الراحل سمير كانت أشبه بعلاقة صداقة أكثر مما هي علاقة أب ببناته، فعندما كان يغضب سمير من ابنته إيمي التي تعتبر مشاكسة المنزل يناديها باسمها الحقيقي أمل ليغيظها، ولم يكن يعاقب بأكثر من ذلك. مر الكوميدي سمير غانم بتجارب قاسية في الحياة، ربما أقساها كانت وفاة أخيه ومدير أعماله سيد غانم في العام 1982، فدخل في حينها بفترة كآبة شديدة لم يخرج منها إلا بعد دخوله في تصوير أولى أجزاء فوازير فطوطة في العام 1983، وهو الجزء الذي عرف باسم فطوطة والأفلام، والذي نجح نجاحا هائلا شجع الشركة المنتجة على إنتاج سلسلة من فوازير فطوطة استمرت حتى العام 1994. آخر عمل فني شارك فيه الراحل كان مسرحية الزهر لما يلعب في العام 2020، وكان قد نقل إلى المستشفى في نيسان إبريل في العام 2021 بعد إصابته وزوجته دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، ودلال لا تزال تحت الأكسجين حتى الآن، إلا أن سمير فارق الحياة في 20 أيار مايو في العام 2021 بسبب مشاكل في الكلى أصابته إثر مضاعفات فيروس كورونا. ما رأيكم بقصة حياة سمير غانم؟ وهل فعل خيراً برسوبه في كلية الشرطة من أجل التمثيل؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. كنت معكم صديقكم هشام بوتان.
شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.